ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لمستوى ملحوظ فرض تجديد إجراءات حظر التجوال في عدة مناطق، ولا سيما الشعبية منها ذات الكثافة السكانية العالية، فالتباعد الاجتماعي هو ما يحد من تفشي الوباء لنحو يصعب السيطرة عليه. العيد والعلاقات الاجتماعية العائلية لم يحققا التباعد الاجتماعي المنشود لمواجهة وباء كورونا في المناطق الشعبية. تجديد إجراءات فرض حظر التجوال في تلك المناطق كان الحل الوحيد أمام القوات الأمنية العراقية، كما هو الحال في مدينة الشعلة ببغداد ذات الكثافة السكانية العالية. اليوم إجراءاتنا مشددة بخصوص قطع الطرق وعدم حركة العجلات والأشخاص ضمن القاطع، وهذا بالتالي راح يحد من الإصابات الموجودة بالمنطقة، وبالتالي راح يصب للمصلحة العامة للصحة العامة. تشديد الإجراءات كان واضحا عند مدخل المدينة وفي الشوارع التي بدت شبه فارغة من المارة والسيارات، وكذلك في المحال التجارية التي باتت مقفلة. الطرق هسه كلها مقطعة، دليل أني قاعدة أمشي يعني ديجي سيارة زوجي، دا نطلع مسح على المناطق يعني في أم المركز مالتنا هسه مسدود، واني جاية ماشي ماكو سيارة تفوت. تحب الالتزام، وهاي كل ما قاعد ببيته يسكت على مال هاي مال الكورونا، مو شوي يعني صارت بالشعلة وصارت بالطار ميهمنا وبالتاجي، الصحة العامرية، حي جهاد، غزالية. حفاظا على أرواحهم وأنفسهم، حفاظا على عوائلهم، والرجال الأمن هم المن جاي يتعبون وجاي يوقفون وجاي يبذلون جهد، المن حمايتهم، وهم جاي يتعرضون لنفس المرض هم جاي يتعرضوا له. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في آخر إحصائيات وزارة الصحة ربما يدفع بمزيد من الإجراءات المشددة لفرض حظر التجوال الوقائي. من بغداد، رزاق العقيلي، العراقية الإخبارية.